تحية طيبة مشاهدينا. شهدت العلاقات التركية مع بعض أهم الأنظمة العربية تذبذباً وصل إلى الحضيض مع بعضها بعد أحداث 3 يوليو 2013. كانت العلاقات تتدهور مع مصر وكذلك الأمر مع السعودية بعد اغتيال الصحفي الكبير جمال خاشقجي في السفارة السعودية في إسطنبول عام 2018، بينما العلاقات مع الإمارات اتجهت للانحدار في يونيو حزيران 2017 بعد حصار قطر. الآن بدأت العلاقات تعود تدريجياً بين المتخاصمين، ربما لن تكون كسابق عهدها ولكنها بالتأكيد ستكون أفضل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة الماضية. قبل أيام نشرت وكالة الأناضول التركية تقريراً عن مؤشرات عن تقارب تركي عربي، وأكدت أنه منذ فبراير الماضي توالت التحركات والتصريحات التي توحي بأن منطقة الشرق الأوسط ربما تكون مقبلة على تقارب بين تركيا وقطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى في ظل إعلان المصالحة الخليجية. وفي تقرير آخر لوكالة بلومبرغ الأمريكية قبل شهر تقريبا، قال إن الإمارات والسعودية تدرسان إمكانية السعي إلى إقامة علاقات أفضل مع تركيا بما يفيد التجارة والأمن في المنطقة. على ما يبدو أن الطريق بات معبدا لعودة العلاقات بشكل أفضل وأسرع، خاصة أن الأطراف ترسل رسائل إيجابية متبادلة تهدف لنزع فتيل الأزمات السابقة. قبل أيام أيضا سمعنا تصريحات تركية ومصرية رفيعة تتحدث عن أن أنقرة طلبت اجتماعا مع الجانب المصري في القاهرة وأن القاهرة سترد على هذا الطلب في وقت قريب. فما قصة هذا التقارب؟ هل هو أحاديث إعلامية وتصريحات جامدة فقط أم إن هناك تقاربا فعليا يمكن أن يؤدي إلى تحالفات ربما في بعض الملفات الحساسة في المنطقة؟ ملفات عديدة في حلقتنا اليوم من برنامج عبر الحدود سنناقشها مع ضيوفنا الكرام بعد هذا التقرير، ابقوا معنا. مع اشتداد المعارك في مدينة مأرب اليمنية وقرب سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على كامل الشمال اليمني، يطفو على السطح ارتباك المشهد في الرياض التي تعتبر التمدد الإيراني في المنطقة تهديداً حقيقياً لأمنها، خاصة بعد التحول الجديد في الإدارة الأمريكية وسياساتها المغايرة في المنطقة. علاوة على ذلك، التحركات المشبوهة من جارتها وحليفتها الإمارات في اليمن، كل ذلك جعل أمراء السعودية يرضخون أخيراً ويختارون التعاون مع أنقرة لدعم حلفائهم في اليمن. العلاقات السعودية التركية لطالما وسمت بالمضطربة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، وزادت وتيرة الخلافات حينما أيدت المملكة الانقلاب في مصر وقدمت دعمها الكامل لعبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى حادثة مقتل الخاشقجي والأزمة الخليجية التي كان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقف واضح مناوئ لخيارات السعودية. لكن مع نهاية عام 2020 بدأت الرياض بمراجعة الحسابات واتفقت حينها مع أنقرة على تحسين العلاقات الثنائية بينهما تزامنا مع بداية انفراج الأزمة الخليجية وتسلم جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. تلا ذلك توقيع السعودية سعياً منها لتوطيد العلاقات عقداً مع شركة فيستل التركية للصناعات الدفاعية بقيمة 200 مليون دولار. مع مطلع الأسبوع الماضي أثير في وسائل الإعلام العربية والدولية موضوع العلاقات الجديدة بين أنقرة والرياض بعد إعلان ميليشيات الحوثي إسقاط طائرة بيرغراد التركية على الأراضي اليمنية وسط أنباء عن موافقة تركيا على طلب سعودي لدعمها في اليمن. في غضون ذلك نقلت مواقع يمنية عن وزير النقل السابق في حكومة هادي صالح الجبواني والمعروف بقربه من تركيا وجود تحالف وشيك بين السعودية وتركيا في اليمن، مشيرا إلى أن التحالف الجديد يستهدف إنهاء أطماع الإمارات في المنطقة.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية قد ذكرت في تقرير لها أن الإمارات تريد تحسين العلاقات مع تركيا بشرط أن تتخلى تركيا عن دعم جماعة الإخوان المسلمين، لكن الوكالة أشارت إلى أن التحركات الإماراتية تجاه تركيا مؤقتة بالنظر إلى خلفية التوتر طويل الأمد والصراع على النفوذ. وعلى صعيد قريب، لم يتأخر عبد الفتاح السيسي بتقديم يد السلام مع تركيا بعد اضطرابات عميقة بين البلدين وتصريحات عدوانية سابقة. وفي ذلك قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي: إن من يمشي إلينا خطوة نمشي إليه خطوتين، في معرض تعليقه على تصريحات المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالين لشبكة بلومبيرغ حول انفتاح تركيا حول الحوار مع مصر. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج عبر الحدود. إذن ملامح تطبيع سعودي مصري مع تركيا، ماذا وراء ذلك؟ يسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بضيوفي الكرام الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، مساء الخير دكتور، والمحامي والمحلل السياسي المصري عمرو عبد الهادي، أيضا مساء الخير أستاذ عمرو، ومعي هنا في الاستوديو المحلل السياسي التركي فراس رضوان أغلو، مرحبا بك أستاذ فراس. حياكم الله أستاذ فراس. إذا أردنا أن نبدأ بالحديث مباشرة، الرئيس التركي المحى منذ المصالحة الخليجية ببدء تحسين العلاقات مع دول الخليج، إلى ما تهدف هذه الخطوة؟ نعم، يعني هو لنقل ليس بعد المصالحة الخليجية، كانت هناك تصريحات من قبل ذلك أن هناك كانت لقاءات استخباراتية بين الطرفين أي التركي والمصري، لكن الآن تصريح متطور وهو أن قنوات دبلوماسية بدأت تفتح بين الطرفين. ما مدى مستوى هذه القنوات؟ ليست يعني بمستوى الوسط، حتى أقل من ذلك، لكن هذا يدل على أن هناك تطور مهم الأمور الاستخباراتية بين الطرفين. كيف بدأت؟ لو أردت أن نسأل أيضا، يعني أنا أظن منذ الدخول ولنقل الدعم التركي للحكومة الليبية هناك، بعد ذلك بدأت الرسائل تأتي من الطرفين وتحديدا من البخار المصري بأن لا خصام بيننا مع تركيا، نتكلم هنا، وتركيا أرسلت نفس الرسائل بأن هناك مصالح لكن لا خصام بيننا، وذلك بعد ذلك بدأت تتوالى أظن الأمور وبشكل جيد. إذن الملف الليبي أظن هنا بدأ يستقر عند الطرفين، وربما ممكن نقول أصبح ربما شبه كتاب مفتوح. النقطة الثانية التي حصلت وهي بشكل جيد هو علاقة عودت العلاقات لنقل بعض دول الخليج مع قطر، ليس كلها كانت مقاطعة لقطر، وإذا المصالحة السعودية الإماراتية مع قطر وطبعا بعدها مصر، وذلك بعد ذلك جاءت هذه التصريحات التي قالت أنه لا يوجد شروط مسبقة بين الطرفين. طبعا هذا مهم لتركيا، لماذا؟ من الناحية الاقتصادية دول الخليج العربي تعتبر من أهم لنقل الأسواق العالمية، حتى بالنسبة لمصر تعتبر أيضا يعني مركز ثقل مهم جدا في أفريقيا، في العالم العربي، في العالم الإسلامي. نعم، وأيضا هذه النقطة الثالثة لنقل ليس التضامن، لنقل الاتفاق أو التكتل الذي المصري الإسرائيلي اليوناني، ممكن نقول عقدة الربط، هي إذا استطاعت تركيا أن تصل إلى هذه العقدة، لأن هناك عروض لنقل تركيا قالت أن هناك، انظروا كيف ستكسب لنقل ستكسب مصر الكثير من الأمور الجيدة في شرق المتوسط نتيجة الاتفاقية التركية الليبية، إذا ستجعل يدك أي مصر فوق يد لنقل اليونان وإسرائيل. هنا أظن بدأت تغيرات في الخطاب المصري نوعا ما المخفي لنقل عبر الاستخبارات بعد ذلك القنوات اللي. وهنا إذا استطاعت تركيا أن تحصل على ما تريد، مصر، السعودية، الإمارات وقطر، هذا يعتبر أظن نجاح كبير
خصوم تقليديين لنقول مثل إسرائيل واليونان في هذه المنطقة. نعم دكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، مساء الخير لك أيضا. هل تؤكد أن العلاقات بين السعودية وتركيا بدأت تدخل طورا جديدا؟ وإذا كان الجواب نعم فما سبب ذلك؟ الجديد في العلاقات السعودية التركية جديد انتقائي تماما، يعني موقف محمد بن سلمان من تركيا الاستراتيجي لم يتغير، هو ضد الإسلام السياسي، ضد توجهات أردوغان، لا يزال يمنع التجار من التعامل مع تركيا، أرسل طائراته لمشاركة مع اليونان، لكنه يريد أن يتمصلح من المسيرات التركية حتى تنقذه من مرطته في اليمن، والآن هو يتعرض لضغط شديد من قبل بايدن حتى ينهي حرب اليمن، فهو يريد أن ينهيها بتفوق، له اليد العليا حتى يقدم الحوثيون تنازلات، وجرب كل الوسائل في اليمن لم يستطع، ورأى إنجاز الأتراك في ليبيا وإنجازهم في أذربيجان، فيظن أن هذا حل سحري سيقدم له، ولذلك قدم هذا التنازل، وإلا هو موقفه المبدئي من تركيا لم يتغير، يعني أمس أو قبل أمس أعيدت سفن شحن كبيرة لبضائع تركية أعيدت من جدة إلى تركيا بعد ضغط على التجار لأجل أن لا يسوقوها في المملكة. نعم سيد عمرو مساء الخير لك. مصر بعد خصومة واضحة مع تركيا لسنوات مضت تمد يدها للسلام اليوم مع تركيا كما تابعتم، كيف تابعت أنت هذه الخطوة؟ يعني طبعا عايز أقول لحضرتك أن في أنا يعني في 2017 قبل المحاور والمشاكل الإقليمية دي كلها تحصل ذكرت في كتابي أن لا استغناء بين قطر وتركيا والسعودية ومصر، الثلاث دول دول قوة لا يستهان بها، المفروض والطبيعي إن هم يكونوا بحكم على الأقل الدين والثقافة إن هم يقربوا من بعض ويعملوا محور يعني قوي جدا في الشرق الأوسط، إنما الحقيقة ظروف تولي الأمير محمد بن سلمان جعلته يتقارب جدا جدا مع الجانب الإماراتي والصهيوني، فبالتالي أصبح هناك جاب واسع جدا. مع قدوم ترامب أيضا استغل هذا الجاب أكتر وأكتر، وهذه الفجوة وابتدى أنه هو يستفيد منها ويعني يوسعها أكتر وأكتر، يعني لو كان استمر 4 سنين أخرى كنا ممكن نشوف حرب عالمية ثالثة يعني. فالحقيقة مع قدوم بايدن ويعني نظرته للسعودية وجزء من البرنامج الانتخابي لبايدن ان هو هيحاسب المملكة العربية السعودية عما حدث مع جمال خاشقجي وان هو هيعاقب تركيا وهيحصرها عشان تناميها الاقليمي والاقتصادي، فبالتالي اصبح ان ليس هناك بد من التقارب التركي السعودي، رغم ان التقارب التركي السعودي بيواجه محور ممانعة كبير جدا بيواجهه وهو بقيادة الامارات واسرائيل، فبالتالي متحوطين إسرائيل من هنا والإمارات من هنا وطبعا يعني التربص الأمريكي. على الجانب الآخر مصر الحقيقة أصبحت في دور المنقاد، أصبحت في دور ليست كما كانت قبل 2011، كنا بنسمع مصر الشقيقة الكبرى، كنا بنسمعها من الملك فهد والملك عبد الله في عكر الرياض في وجود حسني مبارك، حتى لغاية 2013 والانقلاب العسكري وجدنا تقهقر رهيب، حتى السيسي نفسه قال أن السعودية هي الشقيقة الكبرى، يعني 7000 سنة حضارة وجهت إلى أن السعودية ذات 100 عام أصبحت هي الكتلة الأكبر في الشرق الأوسط وهي المتحكمة في القرار السياسي العربي. فبالتالي مصر، أنا بقول لحضرتك مصر أصبحت منقادة جدا 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 للقرار السعودي، ده غير كمان
ان مصر عشان جايه بانقلاب عسكري السلطه فيها وفاقده للشرعيه من اليوم الاولاني، فالى الان بتبذل كل التنازلات. شفنا تنازلات في البحر الاحمر، جزر تيران وصنافير، شفنا في البحر المتوسط التنازل عن الاف الكيلومترات من مياهنا الاقليميه لليونان، حتى فقط ترازي تركيا وتضايق تركيا. فأنا الحقيقة شايف أن التقارب التركي المصري يجب أن يحدث ولكن بدون شروط مسبقة، وبالتالي يجب لأن في النهاية تركيا دولة ديمقراطية والشعب هيحاسب أردوغان على سنناقش ما إذا كان ما هناك نعم سنناقش بعد قليل ما إذا كان هناك شروط مسبقة فعلا. دكتور سعد الفقيه، أنا أريد أن أستغل وجودك القصير معنا في الحلقة الحقيقة لأسألك، يعني السعودية الآن في المستنقع الحرب في اليمن ربما بعد سنوات، وخاصة بعد قدوم إدارة بايدن الكارهة لهذه الحرب فعلا، يعني ربما وجدت نفسها أنها يجب أن تتعلق يد تخرج المستنقع. هكذا أنا أقرأ عند في تصريحات بعض الساسة ربما أو بعض الإعلاميين. فهل يمكن أن يكون هذا التقارب تخبطا؟ يعني إلى عهد قريب التصريحات السعودية كانت يعني لاذعة تجاه تركيا، لكن الآن اختلف الأمر في وقت قصير. هل يمكن أن نعتبره تخبطا، أم أن السعودية تريد ربما جر النجاح العسكري التركي إلى أن يخرجها من المستنقع اليمني؟ نعم، كما ذكرت قبل قليل، هو تغيير انتقائي وليس تغييرا استراتيجيا ولا شاملا في العلاقات التركية السعودية. محمد بن سلمان ليس عنده رؤية ولا استراتيجية ولا يدري ماذا يفعل. دخل اليمن حقيقة، يعني حقيقة مقتنع أنه سيستغرق الأمر أسبوعين وينهي الحرب. يعني لم يستشر خبراء عسكريين ولم يقدم رأيهم قبل رأيه، وبصفته كان يعني وزيرا للدفاع أول ما استلم والده وصاحب أمر ونهي، خلاص هو الفهمان، هو الذي يرسم الخطط العسكرية. فمضى قدما في هذا العملية وهو لا يعلم تداعياته. حرب اليمن أدت إلى فوضى، أدت بنتائج ليس فقط مشكلة بس نتائج عكسية بالضبط. يعني تمكن الحوثيون من الشمال وتمكن الانتقال من فصل الجنوب، وأصبح الانتقال يشتغل ضد السعودية وضد مصالح السعودية، وتبين أن الإمارات تصافحه بيد وتصافح الحوثي باليد الآخر اليد الأخرى. ومع ذلك كله استمر يعطي الأولوية للإمارات لأن تدير الوضع في اليمن. يعني حتى كان السفير السعودي ورئيس القوات المشتركة في السعودية يوجه القوات السعودية والقوات الموالية للسعودية في اليمن بأن تأتمر بأمر الإمارات ولا تجادل، إلى عهد قريب، إلى قبل حوالي أسابيع قليلة. ورغم كل التحذيرات، يعني التحذيرات ليست تحذيرات قائمة على المبدأ ولا قائمة على الدين والعروبة ومصالح اليمن ومصالح، لا، تحذيرات مبنية على مصلحته هو الشخصية. يعني أنت يا محمد بن سلمان ترى ليس من مصلحتك الشخصية أن تستمر في هذا التفاهم مع الإمارات، ومع ذلك كان يصر على أن يكون تابعا لهم. حينما أتى بايدن وضغط عليه أنه أنت ملزم مجبور أن تنهي حرب اليمن وسوف نوقف السلاح عنك وسوف نضغط ضغط عالمي عليك من أجل ورفع اسم الحوثيين من لائحة الإرهاب، أدرك محمد بن سلمان أنه لا يستطيع أن يستمر بهذه الفوضى إلى الأبد. فلم يكن عنده خيار إلا خيارين. الخيار الأول أن يتفاهم مع القوى الصادقة والمخلصة في اليمن التي يقودها يعني الإسلاميون في اليمن، الإسلاميون السنة في اليمن، وهذا لا يريده لأنه يكره الإسلاميون أكثر مما يكره الحوثيين. يكره الإسلاميين في اليمن أشد ما يكره الحوثيين، وليه استعداد أن يتعاون مع الحوثيين ضد الإسلاميين وليس العكس، لكنه هذه فيها صعوبة. فلم يبقى لديه إلا خيار تركيا، فهو استغاث بتركيا استغاثة المضطر. الإشكالية التي يواجهها الآن أن تركيا ليست دولة سهلة وليست مجرد والله تعالوا أنقذونا وامشوا. الأتراك يريدون أن يستغلوا الفرصة، يريدون أن يكون حضورهم حضورا مفيدا لمصالحهم. فلذلك اشترطوا شروطا ستزعج الإمارات، اشترطوا أن يوجدوا في الساحل الجنوبي وفي باب المندب
والإمارات اعترضت اعتراضا يعني هائلا وقويا على هذا الشرط التركي. تركيا أصرت والآن لا ندري، يعني نحن الآن في الأيام الأخيرة للصراع بين تركيا والإمارات على كسب محمد بن سلمان. الأمور تتجه إلى أن يتفوق الرأي التركي، لأنه فعلا وصلت الطائرات إلى المملكة ووصلت الطواقم التركية إلى المملكة وبدأت الطلعات التجريبية في مناطق مأرب، لكنه لا يزال هناك. هل دكتور سعد، هل وصول الطائرات البيرقدار سؤال، هل وصول طائرات البيرقدار إلى سماء اليمن يدل على علاقات متقدمة ضمنيا بين السعودية وتركيا، أم أن هناك يعني البيرقدار بيعت في أكثر من مكان في العالم؟ يعني هل حصرا ستحصل عليه السعودية من تركيا، ربما تحصل عليها من جهة أخرى مثلا؟ لا توجد جهة أخرى تستطيع أن توفر الطائرة المسيرة وفي نفس الوقت تدوفر الدعم اللوجستي الذي تحتاجه تلك الطائرات والمشاركة في التخطيط. ما في إلا إيران، وإيران تعتبر خصم للمملكة، وإسرائيل. ما في يعني لا توجد دولة أو دول غربية كذلك ضغطت عليها أمريكا حتى لا توفر سلاح هجومي، فلم يبقى إلا تركيا. وتركيا سهلة وحريصة أن يكون لها موطئ قدم في المملكة وفي اليمن، خاصة على مستوى الجو. تركيا لا تريد أن تنزل قوات مقاتلة على الأرض. فمحمد بن سلمان مرة أخرى أكرر مضطر اضطرارا، ولم يغير موقفه من تركيا، ولا يزال يكره تركيا، ولا يزال يقاطعها تجاريا. ويعني قبل أمس أقفلت المساجد المدارس التركية في المدينة، مجموعة مدارس تركية أقفلت مدينة من ضمن السلسلة من الإجراءات ضد الثقافة التركية. ليس تغير استراتيجي في العلاقة. من جانبها تركيا حريصة على أن تبقى العلاقات مع المملكة، لأنهم يقولون محمد بن سلمان يأتي ويذهب ويأتي بعده من هو أكثر صداقة لنا. يعني كانت علاقتهم بمحمد بن نايف أفضل بكثير من محمد بن سلمان، وهم يقولون غدا إذا سقط محمد بن سلمان على الأقل لم نحرق كل أوراقنا في المملكة. فهم يعني براغماتيون إلى حد كبير، ولديهم استعداد للتغاضي عن كل الإجراءات التي اتخذها محمد بن سلمان ضده. نعم. الدكتور سعد الفقيه، رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أستاذ فراس، يعني إغلاق مدارس تركية في السعودية هذا خبر سمعناه، لكن هناك أعتقد نفي تركي لهذا الخبر، صحيح؟ يعني حتى الآن بشكل رسمي لم يذاع بشكل كبير. أظن أن هناك قد يكون قراءة، يعني هل أغلقت لأسباب تقنية، يعني قد يكون هذه الحجة أو لا. كما قال الضيف، يعني يجب أن يكون هناك تأني في الخبر، لأن يعني معروف أن المملكة العربية السعودية أي شيء يمسها بشكل مباشر يكون هناك حساسية بشكل كبير ومفرط، حتى لو كان الموضوع صغير. ولذلك أظن هنا القراءة مختلفة لكل شيء، يعني تكون هناك متأنية جدا مع المملكة. حتى يعني كما قال الضيف، ربما تكون علاقات بين تركيا وولي العهد سيئة، ولكن علاقات بين تركيا والملك قوية جدا. يعني هو زار تركيا عدة مرات، وحتى علاقته مع الرئيس أردوغان قوية. هنا يعني أيضا تلعب دور هذه القضية. الملك له أظن حضور قوي عند الرئيس أردوغان وحتى في الحكومة التركية، وهذا يوازن المنظور إلى السعودية أنه قبل وصول محمد بن سلمان كانت علاقاتها مع الجميع جيدة إلى حد كبير، لكن ولي العهد والذي خرب ربما علاقات المملكة مع كثير من دول المنطقة. أنا يعني لا أضعها في شخص واحد، ننظر إلى المنظومة كاملة. يعني الغرب هو لا يجلس ويشاهد هكذا، يعني هذا شيء مهم. لاحظ ماذا حصل في المنطقة كلها، ستجد أن هناك كتخطيط كبير وصراع كبير غير الموازين. يعني ننظر منذ 2013 حتى 2020، كانت المعادلة ربما لصالح هذا التخبط الكبير. لنقل النصر الليبي التركي في هذه المعركة أعاد التوازن في هذه المنطقة في الصراعات، ولذلك هذا جعل الآن العلاقات السعودية التركية تقرأ من أول جديد
التركية المصرية تقرن جديد، حتى شرق المتوسطية كلها بكل دولها مع فرنسا التي هي من بعيد أيضا تقرأ من أول وجديد. لا نريد أن نقول فقط يعني الطائرات البيرقدار غيرت الموازين، هذا شيء آخر، هناك توازنات مختلفة، لكن أيضا أعود إلى سؤالك، ليست مرتبطة لنقل بشخصية واحدة، نعم هناك عدة تنسيق كبير بعدة شخصيات بعدة أنظمة فيما بينها هي التي غيرت لنقل المشهد في مساحة كبيرة يعني في هذه المنطقة. أستاذ عمر عبد الهادي، إذا فرضنا أن القاهرة سترد على الطلب التركي بالإيجاب وسيكون هناك اجتماع فعلا للتعاون بين البلدين، إلى أي مدى يمكن أن يصل التعاون وما مستقبل هذه العلاقات بنظرك؟ يعني أولا حضرتك خليني أقول لحضرتك أن هذه التصريحات التركية يعني أكاد أجزم أن هناك اتصالات تقابلها من الجانب المصري، ولكن ليست على يعني ليست فوق الطاولة، بمعنى أن ممكن السيسي يكون بعت مندوب شخصي ليه، أقرب الناس ليه ممكن يكونوا متواجدين، وبناء عليها طلعت هذه التصريحات، لأن مش معقولة في يوم وليلة نجد هذه التصريحات تبان للعامة أن هي تملق وأن هي تقرب وأن هي تغير موقف تركيا 360 درجة بدون ما يكون هناك رسائل مبدئية أو وفود مستترة جاية من القاهرة. ده خليني أجزمها لحضرتك بدون الدخول في تفاصيل الموضوع. الحاجة الثانية عايز أقول لك إن يعني الرئيس أردوغان هو عارف كويس أهمية ملف البحر المتوسط ومياه البحر المتوسط وخيرات البحر المتوسط، فبالتالي دي حقوق تركيا. يعني مش معقولة تركيا الدولة اللي في مصاف الدول العظمى اللي هي مليون إلا ربع كيلومتر مربع وتحرم من المساحة البحرية بتاعتها، فبالتالي هو يعلم جيدا أن تحرك مصر في هذا الملف، والسيسي نفسه يعلم أن تحركه في هذا الملف ليس شرعي لأنه بيتنازل عن حدود مصر البحرية، وشفنا المساحة الكبيرة اللي هيخسرها لو شرع في الاتفاق مع اليونان، وبالتالي لا يستطيع اليونان ومصر، وتركيا تعلم ذلك ومصر تعلم ذلك، لا يسمح لتركيا لليونان ومصر الاتفاق على الإضرار بتركيا ومنعها من مساحتها البحرية. فبالتالي عايز أقول لحضرتك أن هذا التقارب هيحدث لأن عبد الفتاح السيسي يريد أن يعني يغلق ملف تركيا تماما، لأن تركيا أصبحت تفتح أبوابها للشعوب المقهورة والمعارضين المستهدفين، فبالتالي يعني مكسب كبير قوي للسيسي لو قفل ملف البحر المتوسط مقابل أن تحتوي تركيا المعارضة المصرية و تنحيها جانبا أو يعني تحتويها بدون ما تطول من السيسي أو تتحدث عن السيسي. فأعتقد أن هذه المعادلة الوحيدة التي تصلح أو يبحث عنها عبد الفتاح السيسي. ولكن هل فرنسا ستسمح له وإسرائيل سيسمحون له بالعودة خطوة للوراء والانضمام إلى تركيا وخسارة هذا الملف المهم الذي يضغط به على تركيا؟ أنا أعتقد عبد الفتاح السيسي كمان ضغط على لغم لن يستطيع أن يرفع قدمه من على هذا اللغم، لأنه إن رفع عنه سينفجر في وجهه. نعم، أنا اسمحوا لي أن أستعرض بعض ما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي حول العلاقات أو حول التطور الذي طرأ في العلاقات التركية من طرف والمصرية الخليجية من طرف آخر. هناك تغريدة على تويتر من حساب مجتهد المشهور يقول أن البيرقدار وصلت قاعدة الطائف الجوية، يقول بدأ تدريب طواقم سعودية على تشغيلها وتم اختيار أهداف تجريبية في بأرب ونجحت نجاحا باهرا، الاستخدام الواسع ربما خلال أيام أو أسابيع من المتوقع أن تحدث تحولا كبيرا في سير الحرب في اليمن، ويعتبره المراقبون القرار السليم الوحيد الذي اتخذه محمد بن سلمان. طبعا كان هناك ردود على هذه التغريدة بأن وصول البيرقدار لا يعني، حتى إذا كان صحيحا لا يعني هناك أن هناك تقارب سعودي
تركي، وآراء أخرى تقول أن وصول البيرقدار ليس من أجل الملف اليمني إنما من أجل الداخل السعودي كما هم القادة العرب عادة. هناك تغريدة أخرى من حساب الصقر العربي الجزائري يقول للخرفان، كما يقول هو، للخرفان الواهمين بسقوط السعودية، الطيران الحربي السعودي يحلق فوق الحدود التركية اليونانية في رسالة واضحة إلى من يهمه الأمر: هزمت تركيا واقتصادها ينهار، وأردوغان يستجدي المصالحة مع يبدو يقصد مع السعودية ومصر، وأبشركم بأن الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني الشقيق على الحوثي تفرح القلب وتزرع التفاؤل. لا أدري يعني الصقر العربي الجزائري في أي فضاء يعيش. عموما تغريدة أخرى من حساب العم عن عادل داود أغلو يقول: عندما تكون المصالحة أو المصلحة العامة للأمة هي الأولوية الملحة فلا مجال عندئذ للعواطف، فالمشرق العربي برمته مهدد بالسقوط في المخلب الإيراني وبدعم غربي، لذا فالمصالحة التركية السعودية المصرية ضرورة عاجلة وأمل الجماهير في المنطقة. تغريدة أخرى من حساب الإعلامي بشير الحارثي الإعلامي اليمني يقول: يبدو أن المملكة أمام تحالفات جديدة وإعادة ترميم العلاقات مع عمقها الإقليمي والإسلامي. زيارة وزير الخارجية السعودي لقطر، وصول رئيس الوزراء الماليزي إلى الرياض، عودة العلاقات مع تركيا، كل هذه المعطيات لا شك أنها تصب في مصلحة السعودية بعد أن ذهبت بها الإمارات بعيدا في السنوات الماضية. التغريدة الأخيرة من حساب عبد الله العمري يقول: أصدرت 33 دولة في الأمم المتحدة من ضمنها الولايات المتحدة خطابا يطالب مصر بالتوقف عن اعتقال واتهام المصريين بحجة الإرهاب، هذا يشير إلى انكشاف الغطاء عن حكومة السيسي ويضطر إلى تخفيف الضغط الداخلي على المصريين وقبول التقارب مع تركيا. هذه كانت بعض الآراء على موقع تويتر حول التطورات في العلاقات التركية العربية. أستاذ فراس، البعض يقول أن تركيا ماذا تستفيد من علاقتها مع الإمارات والسعودية؟ أن الرأي في هذه الدول يتغير دائما، أو يعني مع تغير الشخصيات أو حتى الشخصية نفسها، كما أسلف قبل قليل الدكتور سعد الفقيه، أنها ليست آراء استراتيجية أو ليست لها نظرة استراتيجية إنما آراء متقلبة، وأن الولايات المتحدة تكاد تسيطر على الرأي في هذه الدول، فما مصلحة تركيا من التقارب مع هؤلاء؟ نعم، معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية لها اليد الطولة في منطقة الخليج العربي، وتحالفاتها الأقوى هي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي من بعدهم ربما بريطانيا. الآن وفق هذه المعطيات ستكون تركيا هي المحور الثالث، هذه الدولة الإسلامية التي تربطها كل العلاقات مع الدول العربية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص. هذه النقطة. النقطة الثانية، منظمة التعاون الإسلامي، هذه الدول في منظمة التعاون الإسلامي، إذن عليها حقوق وواجبات، إذن على الجميع أن يلتزموا، إلا إذا لا كان يريد إلا الالتزام من ضمنهم تركيا فليخرج من هذه المنظمة. هذه نقطة. النقطة الثالثة، هناك رأي عام داخلي في الداخل التركي، هذا يصب في الانتخابات بشكل أو بآخر. إذن العلاقات الإسلامية مع دولة إسلامية هذا مهم، إضافة إلى العلاقات البراغماتية وإلى آخره. والنقطة الخامسة، الدولة مثل تركيا لديها استراتيجية واسعة كبيرة في كل الأفق، حتى لو تغيرت هذه الدول في نوع استراتيجيتها أنت عليك أن تبقى باستراتيجيتك الكبيرة. هذه الدول إذا ذهبت عنك ستعود إليك، وهذا أيضا مهم، وليس هذه نقطة أيضا مهمة. تحتاج هذه الدول للعمق الإسلامي، العمق الاستراتيجي. أيضا هناك نقطة معروفة هنا في تركيا قديمة حديثة، هناك محاولات كثيرة من الغرب مع من سميه ما شئت، أعوان أو أقران أو أصدقاء، لتقسيم كثير في هذه المنطقة، تقسيم منها المملكة العربية السعودية ومنها سوريا وأيضا ربما مصر وغيرها. هذا بحد ذاته خطر غير مباشر على الأمن القومي التركي في نفس الوقت. لذلك لاحظنا التدخل العسكري الصارم في الشمال السوري، من تدخل مقابل الولايات المتحدة الأمريكية؟ حتى روسيا التي تدعم النظام وحكومة دمشق لم تجرؤ على
التحدي للولايات المتحدة التركية. فعلت ذلك الأمريكية، فعلت ذلك تركيا لأن أمنها القومي أصبح في خطر ومستعد أن تدخل في حرب مع كائن من كان. النقطة الثانية في شرق المتوسط، هذه أيضا قضية أخرى لاختلاف الموازين، يثبت قوانين هم فرضوها فرنسا، أي بحجة مثل قانون أعالي البحار. هذا قانون ملزم للذين يوقعون عليه وغير ملزم للآخرين، وأيضا فيه ثغرات، وهذه نقطة أيضا مهمة. النقطة نقاط كثيرة حقيقة. أيضا مصر لنقل كمركز مهم عربي كبير، إذا لابد أيضا من الحفاظ عليه حتى لو كان هناك خلاف مع النظام السياسي. لكن منذ أن كان رئيس الوزراء بن علي يندرم خرجت سياسة هنا تقول نبعد السياسة والخلاف السياسي ونقي الأمور الأخرى، إذا العلاقات التجارية الاقتصادية السياحية نوعا ما بقيت تسير على شكل جيد، يعني على ما هي عليه. ويعني منطقة، نعود إلى منطقة الخليج العربي، لأن سؤال حقيقة واسع جدا. في عام 2000 على ما أذكر 16 أو قبل، في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي هنا في إسطنبول، خرج البيان الختامي يرفض التدخلات الإيرانية في منطقة الخليج العربي، وحصل الخلاف الإيراني التركي في هذا السياق. إذن الاستراتيجية التركية في هذه المنطقة هو لا للنفوذ الإيراني لأنه سيخلخل كل المنطقة، وجدناه في نعم وزعزعة الأمن. وهذا كان بالنسبة لتركيا هو صراع نفوذ، لكن في نفس الوقت أيضا مهم جدا. العلاقات الأكثر من مهمة واستراتيجية مثل قطر، وأكثر من مهمة مع الكويت، وأكثر من جيدة جدا، وبل حتى تعاون عسكري كبيع سلاح مع عمان. هذه الدول أيضا تحتاج للتواجد التركي كقوة استراتيجية في هذه المنطقة، لأن أي خلل يصيب في دولة المملكة العربية السعودية سيصيب هذه الدول. إذا من المصلحة المباشرة لأصدقاء وحلفاء تركيا، كل هذه أمور حقيقة تجمع. إذا أردنا أن نتجه باتجاه السودان التي كان سيكون فيها مسألة سواكن والتواجد التركي في الصومال، إذا قضية ليست قضية سهلة بهذا الأمر. كل هذا يجعل من تركيا لابد أن تكون متواجدة وبشكل كبير. وأظن أن الخلاف الأمريكي أخيرا بين كل هذه الدول مع الإدارة الأمريكية الحالية أظن يعني له دور، يعني إخراج الحوثيين من مسألة قائمة الإرهاب، هذا يعني أعطاهم تصريح كامل للعمل ضد السعودية. وقالت البيانات الخارجية التركية، قالت أن هذا القصف غير مقبول، أو عمل تخريبي، التخريبي يعني شبه إرهابي، قصف المؤسسات النفطية وقصف المطارات، هذه مناطق مدنية. هنا أظن سيكون تغير واضح في الدعم التركي للمملكة ضد لنقل النفوذ المتزايد للحوثيين في اليمن. أستاذ عمرو، يعني إذا قلنا أن، أو إذا افترضنا رأي من يقول أن السعودية احتاجت إلى تركيا لتخرجها من الحرج أو المستنقع الذي وقعت فيه في اليمن، لكن هناك مؤسسة عسكرية عريقة في مصر، وإن كانت مصر الآن منحرفة عن مسارها الطبيعي، لكن الجيش المصري جيش له قوته العسكرية وموقعه. لماذا لم تستعين السعودية بمصر بدلا من أن، خلينا نقول، يتذلل محمد بن سلمان لتركيا مثلا؟ شوف حضرتك، للأسف السيسي أعلنها صريحة في يعني يوم الانقلاب عليه، حتى التسريبات اللي خرجت بينت اهتمامه بالجانب المالي والمادي فوق كل شيء، حتى مع المصريين يعني قال لهم اللي هيتكلم في التليفون ولا هيتلقى مكالمة في التليفون أنا إذا كان علي هدفعه. فهو بالتالي بيتعامل مع الجيش المصري مع السعودية إنه الفرد في الجيش المصري اللي بيخرج من الحدود بيكون مقابله آلاف الدولارات، فهو بالتالي السعودية لا تستطيع دفع ضريبة إيجار الجيش المصري في السعودية في اليمن. فبالتالي يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن الفرد نفسه بياخد يعني المبلغ بيتكلف في الشهر حوالي على حسب المعلومات اللي عندي حوالي 20,000 دولار في الشهر، مقابل إن الفرد نفسه العسكري بياخد له حوالي 2,000 دولار في الشهر في مقابل المهمات الخارجية.
فبالتالي السعودية عشان تطلب يعني هذه الكمية من الجنود ستكون أمام مليارات يومية فوق المليارات التي تدفع، وبالتالي كمان ما ننساش 640 مليار اللي اتدفعوا ليه فترة ترامب. فبالتالي أنا شايف أن عدم استعانتها بمصر هو للجانب المادي فقط، وعدم إقحام السيسي نفسه ومطامعه في اليمن. على الجانب الآخر بقى حضرتك، توجه الرئيس أردوغان نفسه إن تواجد في اليمن فهو لفرض السلام ولإخراج اليمنيين من هذا المستنقع الذي وضعتهم فيه تركيا. فعشان كده أنا يعني كنت على أحد المحطات اليمنية وكنت بتكلم على عدم يعني عدم التسارع في إصدار الأحكام على تركيا، لدرجة أن هم اتهموها أن هي أصلا متواجدة في اليمن. فقلت لهم طبعا بيع الأسلحة حاجة وإدارة الأسلحة من تركيا حاجة وتواجد تركيا حاجة تانية، والرئيس أردوغان وقف مع الشعوب في ليبيا وفي سوريا وفي مصر وفي كل دول وفي كل الدول العربية. فبالتالي إذا تواجد في اليمن سيتواجد بغطاء دولي وبأوامر دولية وبمهمة فرض السلام على الجانب الحوثي الذي أصبح الآن في موقف الهجوم على السعودية، والسعودية لا تستطيع التقدم في اليمن ولا تستطيع الدفاع عن أراضيها. نعم أستاذ فراس، لابد أن إذا كان هناك تقارب سيحدث فعلا بين تركيا والسعودية سيكون أوسع من مسألة الدعم في دعم السعودية في اليمن أو تواجد التركي في الحرب اليمنية، لكن بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية لتطلع تركيا لتحسين علاقتها مع دول الخليج، لكن هل فعلا يمكن أن نرى تدخلا تركيا عسكريا في الحرب اليمنية؟ تدخلا عسكريا إذا عبر البيرقتار يعني أظن هذا كافي، يعني لا تحتاج أكثر من ذلك. يعني حتى في 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 ليبيا فقط عبر البيرقتار والمستشارين، لم يكن هناك قوات قتالية تركية في ليبيا، وأظن هذا كافي. أيضا يعني هناك عدة مصطلحات مهمة في هذه النقطة. العلاقات العربية التركية مع دول الخليج كلها ممتازة باستثناء تراجع سلبي مع دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، وباقي دول الخليج أكثر من ممتازة. نعم. طبعا البحرين نوعا ما. العلاقات الطرفين موجودة، يعني حتى الإماراتية التركية موجودة، حتى الاستثمار الإماراتي قوي في تركيا، كل شيء موجود. إذن تطبيع وغير تطبيع هذا يعني أظن هو ماشي ومستمر، لا يوجد أي خلاف. الآن هناك صراع في إدارة أزمات المنطقة وصراع في تواجد في نفوذ هذه المنطقة. ثبت في النهاية أن التواجد التركي أقوى بسبب عدة أمور، منها التفوق العسكري، الإنتاجات العسكرية، وهذا ربما الصراع الطيران المسير الذي حصل في ليبيا ربما هذه أحد نتائجه، أن المملكة وجدت أن الأفضل أن تستدعي هذه الطائرات، لأن أيضا هناك طائرات مسيرة كانت تملكها الإمارات، لا أعلم تصنيعها الصيني أو روسي أو ما شابه لكن ذلك، ليست مثل نعم. ولكن التفوق الذي حصل في ليبيا أثبت شيء آخر، الذي حصل في كاراباخ حصل في هذه النقطة. أيضا أظن أن التقارب أيضا وفق المعطيات القادمة من الطرف الثاني، عليك أن تمشي في استراتيجية كاملة، لكن تكتيك هذه الاستراتيجية التراجع أو تقدم وفق المعطيات التي تعطيها تلك الدولة التي تقابلك. نعم أستاذ عمر، إذا حدث التعاون التقارب والتعاون مع بين مصر وتركيا كما هو المتوقع، خاصة منه التعاون الأمني، ماذا سيكون تأثير ذلك على المعارضة المصرية في تركيا وهم شريحة واسعة كما تعلم؟ يعني طبعا المبادئ التي رسخها الرئيس أردوغان في مدة حكمه وحزب العدالة والتنمية تطمئن الجميع هناك في تركيا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هناك مطالب مشروعة وهناك مطالب غير مشروعة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المطالب المشروعة مثلا ألا تصبح تركيا قاعدة إعلامية لقنوات تهاجم السياسة
الخاصة بالسيسي أو نظام السيسي. أعتقد ده مطلب مشروع ممكن يكون مشروع من الحكومة المصرية وممكن يكون مسموع لدى النظام التركي. وبناء عليه أنا أستبعد أي نية لتسليم معارضين كما يشاع الآن أو حتى لإسكات معارضين. يعني حتى المنظمات الأمم المتحدة إذا لجأ أي معارض إليها لا تستطيع أن تمنعه بالكتابة وإبداء رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، فده يعتبر من نوع من أنواع الانتهاك. والرئيس أردوغان ما عملهاش مع معارضينه، فمش هيعملها مع ضيوف عنده موجودين. إنما أنا أعتقد في مطالب مشروعة وفي مطالب غير مشروعة. المطالب المشروعة هي زي ما قال التعاون الأمني هيبتدوا يتكلموا فيها، ودي ممكن تكون لها صدى لدى النظام التركي. بينما باقي الطلبات من تسليم وغيره وغيره، إذا زادت الضغوط على تركيا لن تسلم أحد، وأنا أجزم بذلك. وسيكون المطلب الوحيد لتركيا من المعارضين أن يغادروا أراضيها في سلام، بل بالعكس ستساعدهم في المغادرة إلى دول أخرى آمنة وليست إلى النظام المصري. ف 99% مما يشاع ويشيع اللجان الإلكترونية وتشيع المقربين من نظام عبد الفتاح السيسي لا أساس لها من الصحة. ونحن نعرف أردوغان جيدا ونعرف تاريخه ونعرف مبادئه التي يعني لن ينحيها مقابل أي شيء. وأعتقد حتى يعني هتعتبر غصة في جبين الشعب التركي إذا قاموا بذلك. لذلك أردوغان لن يفعل ذلك، ولا حزب العدالة والتنمية ولا أجهزته السيادية. يعني نعم، الحقيقة يعني نحن متأكدون أن تسليما لن يحدث، لكن نتحدث عن ربما مضايقات أو سماح للإعلام المصري المضاد، الإعلام التابع للسيسي، أن يكون له بوق قوي في تركيا. أستاذ فراس، ما رأيك؟ تركيا دولة قانون، هذا شيء مهم جدا. وهناك شيء يعني نقطتين مهمتين في هذا الأطروحة. هناك أمور جنائية وهناك أمور سياسية. الأمور الجنائية هذا يكون اتفاقية بين الدولتين لتسليم إذا كان هناك حقا أمور جنائية. الأمور السياسية لا، هذه تخضع لاتفاقيات سياسية دولية. هل هذا الحزب مصنف في الخارجية الأمريكية أو في المجتمع الدولي على أنه إرهابي، إذا تصبح الأمور مختلفة. بما أنه ليس مصنف هكذا كأين من كان هذا الحزب، القضية تصبح مختلفة. بالنسبة للمعارضين المصريين ليسوا فقط في تركيا، موجودين في تقريبا في كل أوروبا، في بريطانيا، في دول النمسا وإلى آخره. إذا ليست قضية توجه إلى تركيا. ربما الإعلام هذا الذي يضغط به ربما يكون هناك فيه نوع من التخفيف الضغط، بسبب ستكون تغير أصلا في السياسة القائمة بين مصر وتركيا، فلا بد أن تتغير المعطيات الإعلامية لدى هذه المؤسسات. وأخيرا أظن أن بالنسبة لي مسألة المعارضة وما شابه ذلك، هي كما قلت ستتحسن أو تتغير وفق المعطيات القادمة في الداخل المصري، وهل يكون دور للولايات المتحدة الأمريكية في ربما إعادة تغيير الموقع المعارضة المصرية في مصر. أظن سيكون هناك ربما دور قادم في تخفيف ربما هذه الأزمة الكبيرة. هذا ما ستخبرنا به الأيام القليلة القادمة. شكرا لك الأستاذ فراس رضوان أوغلو المحلل السياسي التركي، والشكر أيضا للدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، كان معنا عبر سكايب. والشكر أيضا للمحامي والمحلل السياسي المصري عمر عبد الهادي عبر سكايب من الدوحة. شكرا لكم ضيوفي الكرام، وشكرا لكم أيضا مشاهدين على هذه المتابعة الطيبة. إلى اللقاء.